بنماذج منتهى السلبية اللي في الدنيا. ناس قاعدة ما بتعملش حاجة غير إن هي قاعدة بتتريق على خلق الله، قاعدة بتتنمر على خلق الله. لما جينا فتحنا قضية التنمر من سنين هنا في البرنامج، كنا دايما عينينا على المدارس والأطفال اللي بيتنمروا على أطفال آخرين، أو عينينا على ذوي القدرات الخاصة وإزاي إن هم في البعض بيتنمر عليهم وعلى شكلهم أو على طريقتهم أو ما إلى ذلك. إنما إن إحنا نوصل إن إحنا نتنمر على ناس زي الفل، ناس ما فهمش أي حاجة، مجرد إن إحنا عايزين نتنمر عليهم، يعني القصص بقت كتيرة ومزعجة. طبعا يعني هنبدأها بالطفل اللي الجرايد كتبت عنه، اللي اتنمر مرة واتنين على رجل المرور وهو سايق عربية أساسا من غير رخصة. يعني ده المفروض يستخبى ويجري ويعيط لو رجل المرور وقفه، مش يقعد يتنمر عليه كمان مرتين. يتنمر عليه في موقفين مختلفين في تاريخين مختلفين، دي حاجة غير مقبولة نهائيا. ده راجل زي الفل، انت بتتنمر عليه على اساس ايه؟ طبعا الشرطه خدت مجراها وفي قضيه تقريبا على ما اعرف، والموضوع يعني هيبقى فيه وقفه، لان ما ينفعش ان احنا بقينا مش بس بنتنمر، يعني بقينا بنتنمر على النماذج الصح. راجل في شغله انت بتتنمر عليه على اي اساس؟ دي اول نقطه. النقطة الثانية، التنمر البشع اللي كان خلال العشر أيام اللي فاتت أو يمكن الأسبوع اللي فات كله في المهرجان، والناس كلها عمالة تتنمر على الفساتين وتتنمر على الممثلين وتتنمر على حضرتك. مش عاجبك ما تتكلميش، خلاص ما تتفرجيش، يعني أنت مش جوك المود دوت وما بتحبيهوش، لك كل الاحترام ولك كل الحرية، ما تتفرجيش وخلاص. إنما يعني إيه السوشيال ميديا تبقى كلها عبارة عن صور تريقة على الممثلين والممثلات الفنانين؟ فنانيننا دول على فكرة دول فنانين مصر، شئت أم أبيت دول فنانين مصر، ما ينفعش إنك أو إنك تتنمري عليهم حتى لو في حاجة مش عاجباكي وحتى لو أنت معترضة، حقك، لكن تنمر مرفوض. ولادنا بيكبروا بيشوفوا التنمر ده في كل حتة، زي ما احنا ما بنقول في الجرايد في السوشيال ميديا في الحياة. طب وبعدين هنعلم ولادنا ازاي وهم شايفين كل التنمر ده؟ الحقيقة ده سؤال انا واحدة من الناس كأم بقى مش كمذيعة عايزة اسأله، عايزة حد متخصص. معانا ومعاكم هاتفيا دكتورة رشا الجنتي، استاذ الصحة النفسية بجامعة بني سويف. سلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا استاذة ايمان، من القلب للقلب مساء الورد والفل والياسمين على حضرتك وعلى كل اللي بيسمعونا. يا حبيبتي ربنا يبارك لك يا رب، مساء الفل عليكي. وايه حكاية التنمر دي واخرتها ايه؟ انا ربي ولادي ازاي؟ انا بكلمك النهاردة مش كمذيعة نهائي، انا بكلمك كأم. انا اعلم ابني ازاي ان التنمر دي حاجة مرفوضة وان دي مش شطارة ومش خف الدم ومش فهلوة ومش الحاجات دي خالص، دي قلة ادب. تمام. هو طبعا يعني علشان نطلع اولاد اسوياء للمجتمع دي مش حاجه سهله، دي حاجه صعبه جدا، عايزه وقت ومجهود نفسي وبدني وعصبي وطاقه مش بالسهوله اللي الناس متخيلها. في ظل الجو العام المحيط بيبقى الوقت اللي بيدوه الاهل لاولادهم قليل، ودي مش حجه برضو، لان ساعه ممكن تكون ابرق من مليون ساعه. اللي حصل في النماذج اللي حضرتك بتحكيها ده مش تنمر، علشان التنمر بالمعنى العلمي بتاعه الصح أو في علم النفس لازم يكون مقصود، لازم أكون قاصد أضر اللي قدامي، ولكن ده مش تنمر، ده اسمه استهتار. الاستهتار بمشاعر الآخر، الاستهتار بأحاسيسه، الاستهتار بوظيفته، الاستهتار بقيمته. الاستهتار ده راجع ليه حضرتك؟ ليه أكتر من سبب. عشان أقدر أقول عن كل حالة لوحدها لازم أعمل لكل حالة لوحدها دراسة حالة. دراسة الحالة دي في علم النفس هتديك السبب الدقيق جدا إن ليه الطفل ده عمل كده، أو ليه الناس بيعملوا كده على الفنانين في المهرجانات، ليه فلان ده بالتحديد بيعمل كده. دي اسمها دراسة الحالة، ودي بتحتاج وقت. طب ده عشان اعرف السبب انا، لكن انا اربي بقى اولادي ازاي؟ يعني بغض النظر هقول لحضرتك ايوه هنربيهم ازاي بقى. اولا لازم بصفه عامه كده نطلع الطفل ما عندوش عقد نقص. عقد النقص ممكن تيجي من ان الاب اساسا او الام بيتنمروا قدام الطفل على حد، مش هنقول بقى بيتنمروا، بيستهتروا. يعني هو مثلا ممكن يشوف امه او ابوه وهم ماشيين في الشارع بيستهتروا بيتريقوا.
من باب الهزار او الضحك. فهو انا مش عارفه ايه اللي بيضحك في الموضوع ده اصلا. بالظبط هو يعني قال يعني كده هم دمهم خفيف فمن باب الضحك او اطفاء الكوميديا مثلا فممكن يعملوا كده مع حد، فيطلع الطفل بيشوف النموذج اللي اكبر منه بيعمل كده هيعمل كده، يبقى نمره واحد انا ما اعملش ده. لو انا عايزه ابني يطلع سوي يبقى لازم انا اكون سويه الاول وما اعملش كده. النقطه الثانيه لازم أدي الطفل قيمته في الحاجات اللي فعلا يستحق ان هو يقول انا قيمتي في الحاجات دي. بمعنى ان في مرات ناس عندها منصب او ناس عندها فلوس او ناس عندها علم او ناس عندها صحه او ايا كان نعم ربنا، دوري انا كأم ان اعلمه ان النعمه دي لازم اقدرها بان انا افيد بيها الناس، مش استخدمها ان انا ضر بيها مشاعر الناس. الله. في طفل بيكون طالع متقوي من ان باباه او مامته او اخوه الكبير او حد في عيلته او ايا كان بيقول له ولا حد يقدر يعمل لك حاجه، انت مش عارف انت مين وبمين، انت مش عارف انت، بيديله بيحسسه ان قيمته في فلوسه او قيمته في منصبه او قيمته في علاقاته. يا دكتوره ده في ناس بقت شايفه قيمتها في الساعه اللي لابساها يا دكتوره مثلا ما بيعرفوش ولا عفوا في الحذاء اللي لابسه، انت قيمتك في جزمه عفوا يعني. بالظبط ما بيعرفوش ان قيمته في اخلاقه وفي تعامله وفي احترام مشاعر الاخر، لان ممكن يجي في يوم من ايام لو انت شايف قيمتك في فلوسك فممكن يجي في يوم من الايام اللي اعلى منك في الفلوس ويعمل معاك كده. طبعا انت هتحس بايه؟ فالدور الكبير حضرتك في النقطه دي على الام والاب. حاجه ثالثه، مرات الطفل في البيت حضرتك انا بهمله. يعني احنا لو جينا هرم ماسلو للحاجات الانسانيه، العالم ماسلو من سنين السنين من قديم الازل عندنا نظريه قديمه قوي ولكنها مهمه جدا، بتقول لك الاحتياجات الاساسيه لكل بني ادم فينا، فاداكي مثلا الاكل والشرب والهواء اللي مستحيل تعيشي من غيرهم. طب وحط معاهم حاجه كده اسمها تقدير الذات عشان الطفل ما يطلعش عنده نقص. ان ازاي اشبعه حنان، ازاي ادور على اقل حاجه حلوه فيه وادعمها عنده واتجاهل الحاجات السيئه. فقد يكون احد الاطفال مثلا اللي ممكن يعمل كده او احد البني ادمين اللي ممكن يعملوا كده ايا كان طفل او كبير، هو اساسا مفتقد الحنان، مفتقد تقدير ذاته، وعنده عدم ثقه في النفس، عنده شعور بالنقص في بيته، مش مكتمل عنده الحته دي. فلما بيطلع بره في الشارع بيلاقي ذاته في ان هو بيعمل كده عشان يعني يلفت انتباه صحابه. نعم. عشان صحابه يضحكوا، عشان يحس ان هو، عشان هو مش لاقي التقدير بره فبيعمله بطريقه خطا لانه ما لقاهوش بالطريقه الصح جوه بيته. دكتوره رشا الجندي استاذ الصحه النفسيه بجامعه بني سويف، انا بشكرك شكرا جزيلا. واذا الرساله اللي من القلب للقلب اللي بنستخلصها النهارده، نربي اولادنا، نركز مع اولادنا، نكون قدوه لاولادنا. الله يبارك لكم.